هذه سميتو اللقطه ديال الهدف كما قلت قبيله بيرميتا كما كنعاود على زريده ولا امتر في ضربات الخطا. شوفوا لونفلوبي كيفاش كيضربها وكيضربها بقوه، راه ماشي غير بروسي وقصح رجليك على البالون، خصك توراك على البالون باش الكره تمشي بواحد السرعه باش تقدر تغفل المدافعين وتسبقهم الكره تسبقهم. وكيضربها في الدوزيام بالون مشى ليه حركات تحيه ليه. وهادو هما الكوفرات كنت كنقول شحال هادي، كنت كنقولها الاخوان، كنت كنقول لانجا فريق خصو يلعب كوفرات على جوج حوايج، ما خصوش يلعب فلاماس في لوطا، ما يلعبش الكره في وسط بوان بينالتي، الكره بالاريتي خصك تلعبها اما بريمي بوطو، لان حنا اللعاب الاكثريه ديالنا قصار، وفوق من القصار حتى اللي شويه طوال عندنا ضعاف في الضربات الراسيه. دونك لعب كره بريمي بوطو يكون واحد يمشي لبريمي بوطو ويدوز على صحابو، او يلعبها في دوزيام بوطو يمشي لها واحد دوزيام بوطو، عندنا نقومه عندنا حركات عندنا حتى الهدودي هو كيجيب دوزيام بوطو، يمشي دوزيام بوطو ويجيبها بالراس اما لصحابو اما يضرب البوطو. ها هو حركات صدق هو اللي عاتقنا، وتحيه لحركات وتحيه للزريده كذلك. هذه هي الكره اللي قلت لكم قبيله ديال الزنيتي، هذه اللقطه تخلطوا لي اللقطه ديالو وخا تضغط عليا ما تقدرش تتبعهم. فشوفوا الزنيتي حنا في الدقه 78 على 79 يعني الوقت كيضغط وحنا خاسرين، شوفوا هذا حداه ونحك عازي حداه الوسط بغى يعطي باس طويل عطاها لهذاك اللي كانت حدا الربيط تبرع عليها كيف ما بغى. هذه التمريره اللي ضرب فرح الكفره اللي ضرب الهبطي ومشات عند فرح دابا براسو خرج جا الكون نتاعها عليها. شوف دابا هذه كيبان لك اللمسه كيفاش ضربها، هذه التمريره الناعمه يعني سي الهبطي. انا بالنسبه لي الهبطي في اليسار سي ان تري بون جوار في لي بالاريتي يلعبهم، وعلي من زريده راه لقينا حلول، راه لقينا لي كلي ديال لي بالاريتي الا بغينا. سي انا بالنسبه لي هاد الجوج على هاد القضيه نبقى نصمهم على لي بالاريتي. الله العظيم شحال من فرقه كتلعبها كتفاهم الماتشات ديالها بلي بالاريتي. هذه ضربه جزاء اللي جاب اللاعب سميتو اللي كان السبب ديالها بطبيعه الحال الهبطي، لانه هو اللي دار السونتراج في اليمين في الاول جابها فرح تبارك الله عليه. لا 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 عفوا هذه ماشي ما تنظنش هدا هي ديك ديالنا، هي ديك ديالنا هي ديك ديالنا، راه الحارس ديالهم كيبان ضربة الجزاء اللي جا فرح. الو هاد الحارس